As for now, I would like to present Her Excellency Mrs. Hala Muhammad Jabir Al-Ansari, who honored us with her presence today and who is the Secretary General of the Supreme Council for Women in Bahrain. Mrs. Hala, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية أن أتقدم إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بجزيل الشكر على دعوة المجلس الأعلى للبحر بجزيل الشكر على دعوة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين للمشاركة في النسخة الأولى من منتدى ريادة الأعمال وتمكين المرأة الذي يقام في سياق الاحتفال بعام المرأة الذي تم تخصيصه من قبل المنظمة وباليوم الدولي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويشرفني أن أنقل لكم تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة صديقة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وتمنياتها لأعمال المنتدى كل توفيق ونجاح. وبهذه المناسبة نود التأكيد على أهمية طرح هذا الموضوع والعالم يواصل في خوض معركته لدحر جائحة كوفيد بتأثيراتها الصعبة على كافة مناحي الحياة وعلى رأس تلك التأثيرات الخسائر البشرية والاقتصادية التي نكافح معاً لاحتواء أثارها المتفاقمة والموجعة، حيث يشير تقرير العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن الخسائر الإجمالية في ساعات العمل للعام الماضي تعادل ساعات عمل ل 255 مليون عامل، وهناك انخفاض لدخل العمل العالمي بمقدار 3.7 تريليون دولار أمريكي. ويذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره حول أثر الجائحة بأن حوالي 70% من الأعمال الريادية الناشئة حول العالم لجأت لإنهاء عقود الموظفين بدوام كامل. وفي تقرير آخر لذات الجهة يتضح بأن قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية هو من أكثر القطاعات تأثراً، وبأن الاقتصاد العالمي يشهد عجزاً يقدر ب 930 مليار دولار في تمويل مشاريعه، هذا غير خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن. الحضور الكريم، ومن هذا المنطلق الذي يوضح فقط النزر اليسير من تأثير الجائحة على نمو الاقتصادات حول العالم، ننتهز فرصة اجتماعنا اليوم لإلقاء بعض الضوء على جهود مملكة البحرين في التصدي للأزمة الصحية بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية عبر خطة استجابة وطنية تأخذ أيضاً في الاعتبار معايير ومواثيق العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة، حيث قامت الدولة بتوفير حزمة مالية متجددة بهدف المحافظة على المستوى المعيشي واستقرار الاقتصاد الوطني. وقد شملت الحزمة إحفاءات من رسوم الخدمات الحكومية وإيجارات المحال التجارية ومنح تسهيلات متنوعة لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية. وتم إنشاء صندوق سيولة لدعم قطاع الأعمال بمبلغ تجاوز 500 مليون دولار مخصص للمنشآت المتضررة، مع تقديم منح مالية مباشرة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 5400 مؤسسة تملكها وتديرها امرأة، وحوالي 1500 مؤسسة ذات ملكية مشتركة. وبالنظر إلى ما يتحمله المجلس الأعلى للمرأة من مسؤوليات مناطبة كمؤسسة استشارية ومرجعية وطنية لكل ما من شأنه أن يدفع بمسيرة تقدم المرأة البحرينية إلى أعلى مستوياتها، فقد قام المجلس خلال هذه الفترة الحرجة بتقديم جملة من الحلول آنية التأثير لمعالجة الطارئ من التداعيات، وبالعمل بشكل موازي على إعادة ترتيب أولويات وأساليب ومنهجيات العمل ضمن مسار متجدد لصناعة واستكشاف الفرص لاستدامة مشاركة المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في عمليات التنمية. وكل ذلك يأتي تحت مظلة برنامج وطني يجمع شركاء العمل من كافة مؤسسات الدولة، وأسرد هنا على عجالة بعض الأمثلة لتلك المساعي. أولاً، تقديم الدعم الطارئ والاستشارات المباشرة للمتعثرات من رائدات الأعمال لضمان استفادتهن من التدابير المالية المخصصة
لدعم نشاطهن التجاري، حيث تم تشكيل كذلك فريق متطوع من المتخصصين يعمل على مدار الساعة على تقديم استشاراته وفق جلسات دورية وتقدم عن بعد. ثانياً، الإسهام في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر برامج لسداد ديون الحالات المتعثرة. ثالثاً، تفعيل آليات مبتكرة لمعالجة التحديات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تمكين صاحبات الأعمال من الاستفادة من منظومة السجلات الافتراضية التي تسمح لهن بمزاولة ما يقارب من 40 نشاط تجاري، وتوضح المؤشرات بأن نسبة السجلات الافتراضية المملوكة من قبل النساء البالغة 50% بحسب بيانات العام الماضي قد ارتفعت بنسبة 6%، وهو مؤشر مبدئي يدلل على جدوى نقل المشاريع التجارية للمنصات الافتراضية في هذه الفترة الحرجة. ثانياً، تشجيع رائدات الأعمال بالإقبال على منصات التجارة الخارجية ضمن برنامج مستحدث مؤخراً يركز على صادرات المشاريع التجارية، حيث شكلت المرأة البحرينية ما نسبته 39% من المستفيدين، واستطاعت أن تصل بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية في 50 دولة. بالإضافة إلى توجيه صاحبات العلوم والمعارف النوعية لمجال العمل الحر، وإيجاد الشبكات المتخصصة التي تسمح لهن بإبرام عقود عمل مرنة في سياق ما يسمى اليوم بالجيج إيكونومي. وسيركز البرنامج الوطني خلال المرحلة القادمة على تكثيف السياسات والتدابير القائمة على ركيزة الاستشراف السليم للمستقبل، استعداداً واستيعاباً لأي ظرف طارئ، حيث تذكرنا الأزمة مجدداً بأهمية التخطيط الاستباقي في ظل ما نشهده من تحديات متسارعة، بالتركيز على تطوير القوانين والتشريعات ذات التوجهات الحديثة كتنظيم عمليات التحول الرقمي في كافة القطاعات والخدمات، تبني وتطبيق منهجيات جديدة لإدارة المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية، تفعيل خطط مبتكرة تعمل على استدامة مساهمات المرأة في سوق العمل إلى جانب مسؤولياتها الأسرية، تبسيط مسارات الوصول للعدالة وتجويد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، وصناعة وتطوير منهجيات وأدوات قياس أثر السياسات والتشريعات على التوازن بين الجنسين كحصيلة جوهرية للتنمية الوطنية. الحضور الكريم، إن الأزمة الحالية تجعلنا وكما ترون تحت امتحان صعب لابد أن تكون نتيجته التفوق والانتصار على كائن لا عقل له. يجب ألا نسمح له وتحت أي ظرف كان أن يهزمنا مهما صعبت الوسائل وتوعرت الطرق، لنصر بمجتمعاتنا لبر الأمان وهي تحتفظ بتفوقها الإنساني ومعمارها الحضاري. وكلنا أمل من خلال مثل هذه اللقاءات المثمرة أن تتكامل فيها جهودنا ونتبادل عبر مناقشاتها أفضل الدروس والتجارب والعبر، وأن نواصل كل بحسب دوره بالتأثير الإيجابي على دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي لتبني المزيد من المبادرات وأطر العمل الداعم للمرأة في مجال ريادة الأعمال بالنظر إلى دورها الهام على مستقبل الاقتصادات الوطنية ونمائها. وشكراً لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.